ولتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مع عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، أصدرتم بيانا في وقته السابق بخصوص الدعوة للم الشمل بين الأخوة في الخليج، ما المستجد لتصدر الهيئة هذا البيان؟ حياكم الله أخي الكريم. أولا، أكدت الهيئة من خلال بيانها اليوم والبيان السابق الذي مضى عليه أكثر من سنة على الإسراع بحل الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجي، خوفا من الآثار التي تترتب على الخلاف والتي يستفيد منها العدو سواء الإيراني أو الصهيوني أو الأمريكي، لأن الأمة تعيش بمراحل صعبة وظروف عصيبة تحتاج من أصحاب القرار الحكمة والحلم والفطنة في تصرفاتهم وأفعالهم وقراراتهم لتجاوز هذه السنين العجاف. فجاء هذا البيان كصيحة نذير وناصح أمين لأصحاب القرار، لأن ما كانت الهيئة تخشاه للأسف وقع جزء منه، لأن آثار هذه الأزمة طالت النخبة المجتمعية. فأصبحنا نسمع اليوم عشرات من العلماء والدعاة يعتقلون على خلفية هذه الأزمة، وسمعنا مطالبات بعض الجهات بالإعدام بحق هؤلاء العلماء والدعاة، وهذه أمور غير مناسبة للمكان التي عليها هؤلاء العلماء، بالإضافة إلى أنها تقلل من القيمة المعنوية لدى الناس تجاه المملكة العربية السعودية وكل الدول التي تخطو هذه الخطوات التعسفية. وبحال استمر الأمر على ما هو عليه، فهذا يعني أن العدو نجح في مسعاه بإحداث الوقيعة بين الأمراء والعلماء، كما نجح بوقوع الفتنة بين الدول الشقيقة. وهذا ما أكدت عليه الهيئة في بيانها اليوم، بأنه ينذر بخطر كبير الجميع يخشى منه ولا يتمنى حدوثه. إلى أي حد ترى الهيئة أن هناك فرصة لإنهاء هذه الأزمة في ضوء التعقيدات التي تحصل خلالها؟ الهيئة تأمل بحل الأزمة وتدعو الله أن يفرج عن الأمة وأن تنتهي الأزمة من غير إضرار بدولة على حساب دولة أخرى، ولا زال هناك بصيص أمل، بل هناك أمل كبير لا يمكن تركه، لأنه لا يوجد خيار آخر غير حل الأزمة، لأن الهيئة ترى أن باحتلال العراق بدأت الأمة بالانحدار من سيء إلى أسوأ، والعدو استطاع السيطرة على عدة مدن إلى الآن، ولديه نفوذ في بلدان أخرى باستطاعتها أن يثير الفتن فيها، وهذا يحتاج من الدول العربية والدول الإسلامية إلى العمل في إطار الوحدة والعمل الجماعي للوقوف أمام التوسع الإيراني والصهيوني المدعوم أمريكيا. فالهيئة ترى أن حل الأزمة وإنهائها بأسرع الطرق الممكنة وتغليب روح الحوار والتفاهم هو المقصد الضروري لتحقيق مصلحة كل دولة بدون الضرر بالدولة الأخرى. على الدول العربية والإسلامية العمل وفق مبدأ العمل الجماعي، يعني هنا كيف ترون الإرادة العربية للقيام من التخفيف أو للمساهمة في التخفيف من آثار الأزمة؟ هذا هو واجب الدول العربية، وبعضها حريص كل الحرص على إنجاح هذه المهمة، مهمة التصالح، والأمر لا ينقطع، خصوصا أن أحد طرفي النزاع دائما ما نسمع أنه يدعو إلى التهدئة وهو حريص على استمرار المبادرات. واليوم نسمع تصريحات لرئيسة وزراء ألمانيا تحث دولة الكويت على المضي في مسعاها، ويمكن الاستفادة من هذا الموقف. والهيئة تأمل وتدعو الله أن تنجح مساعي دولة الكويت في هذا الأمر، ولذلك طالبت الهيئة علماء الأمة ومفكريها ودعاتها عدم الانجرار إلى التحزبية واعتماد الخطاب الجامع غير المفرق، لأن القضية كبيرة وليست بالهينة، وواجب الوقت يتطلب من هذه الجهات السعي إلى إحداث التقارب والصلح بين الأخوة، لا زيادة الطين بلة أو سكب البنزين على النار كما يقال، لأن السياسة الشرعية تدعونا لتحقيق المصلحة العامة وتقديمها على المصالح الخاصة سواء كانت الفئوية أو الجماعية، دفعا للمفاسد وتحقيقا للمصالح وإزالة للضرر أو تقليده. فدفع المفسدة الخاصة لا يكون بتفويت المصلحة العامة، والمصلحة العامة المرجو حصولها هو التصالح بين هذه الدول وإنهاء الأزمة واجتماع الكلمة ووحدة الهدف ووضوح الرؤية. كان معنا من عمان عضو هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.